توني جورج حنا، جنسية لبنانية، مواليد 7/2/1970. نعم. تحول السجال حول الفيلم إلى نوع من العصبية. يريد أن يخضع لنقاش حقيقي، أن يخضع صاحبه زياد دويري للمحاسبة. أي فيلم بيطرح وجهة نظر سياسية فمعناه أنه هو هيثير من الخلاف قدر ما يثير من الاتفاق. يعيد تحريك نعرات الحرب الأهلية، يعيد أبلسة الفلسطيني، يعيد تحريك العصبية الانعزالية المسيحية. ما بنعيش الفكرة، بنعيش الأشخاص. أنت شو قلت؟